وتعدد الزوجات وانا ما مكافيتها مع وحده، ها وحده راه مشرباني الحنطه، العادي يقول لك حقه ما حقه، الشرع عطانا اربعه، راه حقا الشرع عطانا اربعه ولكن الشرع ما عطانيش باش نكونوا معاهم. وانت بغيتي تكون عندك اربعه راه خاصك تحكم بالعدل، خاصك يكونوا عندك كلهم في مستوى واحد، كلهم كتبغيهم. ولكن الا كانوا عندك اربعه راه غتميك على الكبيره وغتعيش مع الصغيره، حيت كلشي كيقلب على الجديد وكلشي كيقلب على الصغر. انا بوغ موا نو، الا كان غادي بغي يزيد المره الثانيه يطلق الاولى. يعني انا بوغ موا نو، ما نقبلهاش ولو انا شرعتي اربعه، يعني انا يدي في ربي وحده فينا. الراي ديالي انا يعني ما يمكنش لك تزوج بربعه، يعني لو بتزوج بربعه خاصك يكون عندك شي خدمه، يعني على الاقل خاصك تكون كتعطيك شي 10000 درهم، فهمت؟ يعني وحده يلا غادي توفر لها باش تاكل باش غتكريك، الوليدات باش غيقراو في المدرسه، السوايع ما كتشوف دابا بالزياده ديال الاسعار، زياده الاسعار وداك تخربع كامل، فهمتي؟ الوغ تعدد الزوجات الشرع عطى اربعه، ولكن صعيب باش انا الراجل ينصف بيناتهم. يعني انا ضد، لا ما نقبلش، صعيبه، خاص يكون انصاف، وبهذاك الانصاف صعيب باش توصل ليه، خاص يكون واحد ليكيليبغ. ما نقدش وليدي انا وحده، ما راه غالباني والله اللي عالم. من ناحيه ايش غالبك؟ من ناحيه الماده ومن ناحيه الحب، وحبها وحب وليداتي، حب اللي ولدت واللي ربيت، والحب من غير مقابل، وحب البشريه ما كاينش بحاله. واخا ما عرفت اش يكون عندك، صعيب. حنا وحده ما مكافين معاها، واللي قال لك اربعه قول يا ودي بزاف، غدير اربعه العقايزات، اش خلى عبد الرحمن ترغيني، واربعه المجامر، واربعه الجلالب، واربعه التكاشط، وراه بزاف. بالنسبه لي انا زعما عادي، ولكن على حسب سميتو، فهمتي؟ واش ممكن توفر زعما دوك الاربعه، الا تزوج شي اربعه ولا ثلاثه ولا، فهمتيني؟ واش ممكن توفر لهم داكشي اللي بغا الطلبات ديالهم ونورمال؟ ولا عاوتاني راه بنادم عاوتاني، فهمتي؟ ديك لبس قديك واشيك، ماشي اي واحد ممكن يمشي يتزوج ثلاثه ولا جوج ولا شي حاجه على حسب المعيشه ديالك. ما انا ما متفقش بواحد الانسان اللي هو زعما فقير وما ما يقدرش يوفر زعما جوج، زعما يتزوج جوج عيالات بحال ما هكا، ما متفقش مع هذه الفكره هذه. ولكن الا عنده الفلوس ولا شي حاجه عادي، ماشي الشرع عطى اربعه، ماشي انا اللي كنقول هذا الشيء، فهمتي؟ كاينه في القران. وتعدد الزوجات اذا كانت اولا بعدا خص الامكانيات اللازمه للانسان، حنا كل وحده تكون وتكون تراضي بالنساء، ما يمكنش دير شي وحده بشحال دير على وحده اخرى اللي ما كانت هي راضيه، او تقريبا او الا تكون عندها شي عذر مثلا، تكون شي وحده مثلا ما كتولدش او عندها شي مرض او شي حاجه ممكن، اما باش دير على شحال ما تكون راضيه ما خص ما يمكنش، خصها تكون التراضي ديالها، التراضي ديال الاولى مثلا، ولا تكون عندها شي عذر، ما يمكنش تبدا تزوج لان كاين واحد غير وحده وما تيقدرش عليها مثلا، خص الامكانيات وملي كتولد وخصك باش تقري وباش تدرس وباش تلبس وتوكل وتشرب، ماشي بقى غير في التزوج، راه شحال وحدين كيبغوا كيزوجوا ولكن ما كتلقاش عندهم الامكانيات، كيبقى كيزوج كيطلقوا الدراري في الشارع في الزناقي بحال هكا، ما خصوش يكون هادشي هكا. الا كان عندي الامكانيات اللازمه ويكون التراضي ديال النساء فيما بينهم، ما تكونش مثلا وحده الضد ديالها ولا القمع ديالها او انتقاما منها باش دير هذه اللي تبان شويه ماشي مزيانه، ولا كان التراضي بيناتهم ماشي مشكل او عذر. هذا الشيء اللي كيمكن لي نقوله بالنسبه للتعدد ديال الزوجات انايا. ايوا فهمتني، كل واحد والافكار ديالو، ولكن بالنسبه لي انا قلت لك الا كانت عند واحد الامكانيات وتكون التراضي ديال النساء او يكون عندها شي عذر باش يمكن لك تزوج عليها، تكون عندها ما كتولد مثلا ومريضه او شي حاجه شي بشي شكل يمكن لك عاد يمكن لك تزوج عليها. وما يمكنش لان انت اولا وحده ما قديتي تتابع على وحده، ما كلتيها ما شربتيها ما لبستيها ما تساريتي بها، ما كنتش دوك الدراري اللي غادي تولد كيفاش تقريهم كيفاش تلبسهم كيفاش توكلهم كيفاش تشربهم. والا ما كانش الامكانيات راه ما يمكنش الانسان كاع يتزوج حتى تزوج كاع اصلا الا ما عندوش الامكانيات، لان عدد اللي كنشوفوا الولاد في الزنقه والعيالات في الزنقه وهذا الشيء شنو كيدير ذاك الشيء؟ عدم الامكانيات، لان كون كان عندي الامكانيات كون كان مساكن وكان الدراري قاريين. دابا وليت عدد اللي كنلقاهم في الفيروجات، كتلقى المراه باركه مع جوج ولاد وثلاثه مكبراهم تيعيشوا في واحد المستوى ديال السعايه بحال هكذا،
وهاد السعيه اللي كتكون بحال هكذا كيفاش غادي يكبر هاد الانسان؟ بعدا ضد هاد الفكره اللي كنلقى العيات باركين في الفيروجات ومعاهم جوج دراري ولا ثلاثه وكيكبروا في السعيه، لان هذا غيكبر ما قرا ما خدم ما دار حتى حاجه، شنو الفكره ديالو؟ غيكبر صافي غتبان لي انت كتبان لك انك واحد الحاجه خصو ياخذ عندك الفلوس ما عطيتيش غادي يمكن لي يعني. لا تزوج باربعه خاصني نكون عندي العدل ديالهم فهمتي، كل وحده غتكون عندها السكنه ديالها والصالير اللي غدوز لها في السيمانه باش يعيش هي والوليدات ديالها. ما عنديش مشكل انا عادي والله، ماشي مشكل حيت كاينه في الاسلام اصاحبي فهمتيني، الشرع عطى اربعه نوفر لهم اي حاجه ماشي مشكل، كل وحده نعطيها حقها عادي. لا ما نقدرش ما نقدرش ندخل على شي مره ضره صعيبه، لاقاش ماشي غير امكانيات ماديه، كاين امكانيه خاص يكون تأوسي عاطفيه ويكون يتعامل معاهم بحال بحال، ويدخل على وحده يدخل على الاخرى ويسكنهم باغي ويعامل الوليدات باغي، صعيب واخا يكون راجل مالك فهمتي، يعني الانصاف فيه شك، كيفاش راجل غينصف انصاف ما عرفت. واش غنقول لك جيتيني في واحد الوقت ما عرفتش ما في راسي والو ما نقول لك، ولكن شوف كل واحد والاختيار ديالو شنو يعني. شوف انا كتب لي وحده كافيه، ولكن بالنسبه للراجل الا كان مراته ما مكفياش شي حاجه ماشي مشكل، داكشي كله ثقافته كله هو كيفاش بغى يدير في حياته فهمتي يعني. ما عرفتش شنو نقول لك بالضبط يعني ايوا الشرع طار اربعه، ولكن هذا الوقت يلاه تتبان لي وحده يلاه مكفيه ماشي هي كاينه ولا لا، هادشي اللي عندي ما نقول لك. على حسب الامكانيات هي اللي كتحكم، اللي عنده الامكانيات راه يقدر يدير اربعه، واللي ما عندوش راه وحده الله يجعل البركه. واش غنقول لك، الواحد خصو يقدر المسؤوليه يكون راجل ما يديرش الفرق ما بين هادي وهادي واللي يتحمل المسؤوليه ديالو. ما دابا راه ولا كلشي غالي، دابا يقدر وحده راه ولات غالبه، بقى يزيد الثانيه والثالثه، دابا راه وحده راه وحده دابا مغلوبه عادي يزيد الثانيه والثالثه ويزيد. دابا راه دابا كنشوف هاد الناس دابا كيبقاو ياخذ الاولى والثانيه، ودابا شكون اللي الضحيه هي الدراري، عا كيولد ويطلق يولد يطلق الدري تي دابا الراجل تياخذ الاولى والثانيه، ولكن ما كيديرش الفرق ما كيجمعهمش بجوج بحال بحال. وانا اش غنقول لك، انا رجعت عليا الضره وصبرت حنا. باش حسيت؟ ما حسيت الحمد لله، بقيت قويه وبقيت جامعة ولادي وبقيت كبرت وليداتي وبقيت جامعة ولادي ما بقاش معاه هو طلق، ولكن انا المراه هي الصبر، لا صبرتي كيكافي لك الله، انا صبرت وربي كافى ليا، ما شرطش ولادي جمعتهم والحمد لله الشكر لله لحقوا لواحد المستوى، واخا غير قليل ولكن ما حسستهمش باللي راه باهم معذبهم ولا، المهم الحمد لله الشكر لله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.